اصطدم العلم بالموروث، هكذا يمكن وصف الحالة السائدة في تويتر منذ ظهور الباحثة السعودية في مجال السرطان وطبيبة الأورام الدكتورة خولة الكريا في برنامج في الصورة مع الزميل عبد الله المدافر الذي يعرض على قناة روتانا خليجية. الكريا نفت قدرة بعض الوصفات الشعبية أو غير المعتمدة على علاج السرطان، كما تطرق الحوار إلى مياه زمزم وما إذا كانت قادرة على علاج المرض الخبيث. نتابع ماذا قالت. أرجع وأقول لك الأشياء الروحانية دورها مهم في إعطاء الإنسان الثبات في الأزمات، سواء أصابتك في مرض أو غيره. خلنا نأخذ هذا بشكل عام. نعم. مع السرطان مضر، المرضى السرطان تعرض مع كثير من الأدوية الكيماوية، نسبة ملوحها في عالية. الآن كيف أنت تحكم علي؟ أنا أقول لك الإثباتات العلمية اللي عندي أنه ما زمزم ملوحته عالية دائما ويتنافى. نعم. تنصحون أنه ما ينفع المرض؟ نعم، ما ينفع. الرأي العلمي هذا أثار جدلا واسعا ونشط هاشتاغ زمزم ضار لمرضى السرطان، كما تم تداول اسم الباحثة على تويتر في السعودية، وتم توجيه السؤال عن خطورة ماء زمزم على مرضى السرطان لحساب موثق لوزارة الصحة السعودية اسمه الصحة 937، والذي رد موصيا باتباع إرشادات الأطباء المعالجين والالتزام بها، مشيرا إلى عدم وجود أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذكرته الدكتور الكريا. ولم تتجرأ الوزارة على القول إن مياه زمزم مفيدة للسرطان أو غير مفيدة.